اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نسيلكم انتم في الاستماع لاذاعه الحيطه فيم. هذا ريكاب ميدي اليوم الاثنين 11 افريل 2022، بدايه اسبوع موفقه للجميع. اكيد باش نرجعوا في ريكاب لليوم على ابرز الاحداث والمستجدات السياسيه وعلى جميع الاصعده في القيروان وعلى المستوى الدولي. ايضا تجمعوا تسمعونا على 93 على البوند فيم ولا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحياه مقابلها الحياه فيم، سينو تسمعونا على لايف ستريمينج على السيت ويب نتاعنا الحياه فيم .net. رحب بفريق العمل معايا امنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي من توا حتى الساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعه تحاليل ونقاشات معمقه لكل الاحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجعوا على جامع عقبة ابن نافع بالقيروان والجدل اللي صار في الويكاند عليه، حالة الفوضى الهرج واللي صار الكل في محيط الجامع وكيفاش دخلت قوات الأمن لحماية محيط جامع عقبة. اليوم تنطلق اختبارات البكالوريا رياضة الباكسبور، بتكون عنا متابعة لهذا الحدث على مستوى ولاية القيروان. باش نرجعوا بالتحليل على مؤسسة فيدا للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحها المرسوم اللي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بمناسبة يعني الذكرى 84 لعيد الشهداء. وفي ديفير نيوز لليوم باش تكون عنا قراءة لنتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا في دورتها الأولى. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم حتى لساعتين في ريكاب ميدي. مرحبا بكم الناس الكل. اهلا، مرحبا بكم الناس الكل انتم في الاستماع لاذاعه الحياه فيم. هذا ريكاب ميدي اليوم الاثنين 11 افريل 2022، بدايه اسبوع موفقه للجميع. اكيد باش نرجعوا في ريكاب لليوم على ابرز الاحداث والمستجدات السياسيه وعلى جميع الاصعده في القيروان وعلى المستوى الدولي. ايضا تجمعوا تسمعونا على 93 على البوند فيم ولا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحياه مقابلها الحياه فيم، سينو تسمعونا على لايف ستريمينج على السيت ويب نتاعنا الحياه فيم .net. رحب بفريق العمل معايا امنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي من توا حتى الساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعه تحاليل ونقاشات معمقه لكل الاحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجعوا على جامع عقبة ابن نافع بالقيروان والجدل اللي صار في الويكاند عليه، حالة الفوضى الهرج واللي صار الكل في محيط الجامع وكيفاش دخلت قوات الأمن لحماية محيط جامع عقبة. اليوم تنطلق اختبارات البكالوريا رياضة الباكسبور، بتكون عنا متابعة لهذا الحدث على مستوى ولاية القيروان. باش نرجعوا بالتحليل على مؤسسة فيدا للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحها المرسوم اللي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بمناسبة يعني الذكرى 84 لعيد الشهداء. وفي ديفير نيوز لليوم باش تكون عنا قراءة لنتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا في دورتها الأولى. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم حتى لساعتين في ريكاب ميدي. مرحبا بكم الناس الكل. نص النهار و19 دقيقة على إذاعة الحياة فيم، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي لليوم، وكل عادة نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي،
شفنا في الويكند اللي فات برشا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكار شديد من قبل نشطاء المجتمع المدني في مدينة القيروان لما يحدث في محيط الجامع الكبير جامع عقبة ابن نافع بالقيروان من هرج ومرج وفوضى وبرشا حاجات أخرين قاعدين يصيروا في محيط الجامع اللي خلى المجتمع المدني وعدد من الأهالي زادة والناس اللي تمشي تصلي في الجامع خاصة وأنه تتزامن هالأحداث هذه مع صلاة التراويح اللي خليهم يطلقوا نداء استغاثة لقوات الأمن من ضرورة التدخل لحماية وتأمين الأمن العام في محيط جامع عقبة. معنا لأكثر تفاصيل جهاد المحرزي ناشط في المجتمع المدني بالقيروان. جهاد عاصمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك، صباح الخير، تحية ليك وتحية المستمعي، تحية المستمعي إذاعة الحياة فهم. شكرا لك جهاد. إذن جهاد، أنت أحد نشطاء المجتمع المدني وكما تبعنا يعني فما حالة استياء كبير في صفوف المواطنين بسبب ما يصير في محيط الجامع الكبير، لو كان ساعة تعطينا فكرة شنو هو اللي صاير بالضبط وشنو هو هالحاجات اللي قلقت برشا المصلين وقلقت أهالي القيروان؟ هذه الصراحة ظاهرة جديدة قديمة، معناها في محيط جامع عقبة ابن نافع كما تعرفوا القيروان تكتسي صبغة معناها إسلامية، كما تعرفوا في رمضان الناس الكلهم يصليوا في جامع عقبة ابن نافع بالأخص في صلاة التراويح. أثناء صلاة التراويح ثم صغار أطفال وناس مارقين على القانون يقوموا ببث الشوشرة والبلبلة وحتى وصلوا يستعملوا في الفوشيك أثناء صلاة التراويح، مما أدى إلى استياء المصلين ومما أدى إلى استياء المواطنين اللي يركشوا اللي يقعدوا معنا في صيحة أولاد فرحان. لذا قمنا بإطلاق صيحة فزاعة عبر التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشكورين جميع نشطاء المجتمع المدني. لبينا قمنا بإطلاق شنو طلبتوا جهاد في صيحات الفزع هذوما؟ شنو طلبتوا فيها؟ طلبنا تركيز دورية قارة. طلبنا تركيز دورية قارة ومشكورين الأمن على رأسهم فرقة النجدة بالقيروان والفرقة العدلية والأمن السريع في ظرف 24 ساعة تفاعلوا مع التدوينات وقاموا بتركيز الدورية الأمنية هذه، مشكورين جدا. إن شاء الله تابعوا زيادة أي كم الجهاد؟ البارح تم تركيز الدورية والبارح لاحظنا معناها ما فماش الظاهرة هذه اللي كانت في أول أيام رمضان. كان فما قصر جهاد ضمن الأولاد اللي كانوا معناها يعملوا في الفوضى والهرج هذية في محيط الجامع، كان فما أولاد صغار يعني قصر بطبيعة الحال، كان فما أولاد صغار لهنا معناها دعوة زاد الأولياء، دعوة الأولياء معناها يشدوا صغارهم معناها يراقبوهم يخلوهم يشوفوهم وين مشاو وين جاو. على فكرة الظاهرة هذية ما يشكل في محيط الجامع عقبة ابن نافع، سجلنا زاد حالات في الأحياء بعد شق الفطر، فما فيديوهات وثقناها بتاع أطفال تلعب بالفوشيك معناها وقلقت الناس الكل، فما أطفال قصر معناها بيدوروا بهيروات وبيعصيوا، هذا كل موثق ومشكور الأمن يتدخل في ظرف وجيز لفض هذه الظاهرة، معناها إن شاء الله ما نشوفوا الظاهرة هذه بالقروات. إن شاء الله يا ربي. نشكرك برشا جهاد المحرزي ناشط في المجتمع المدني في القيروان على تدخلك معنا على إذاعة الحياة أفام، وطبعا شكر كبير لقوات الأمن اللي تفاعلت مع الدعوات ونداءات اللي أطلقوها نشطاء المجتمع المدني في الويكاند اللي فات، باعتبار وأنه فما أولاد من مختلف الأعمار وخاصة القصر. هوني سؤال كبير برشا للأولياء، بعد شق الفطر ولا بالتزامن مع صلاة التراويح ما يتفقدوش مثلا صغارهم؟ يقولش واحد ولده وينه ولا بنته ويني على خطر استعمال زادة ظاهرة الفوشيك يقلق برشا راحة المصلين في جامع عقبة. جهاد المحزي أشار لأنه ظاهرة هذه مش كان في محيط جامع عقبة ابن نافع كهو، ولكن ممكن الحكاية كيف خرجت أكثر على محيط الجامع باعتبار معناها رمزية جامع عقبة ابن نافع
صلاة التراويح في شهر رمضان، وهذا يعني تحية كبيرة برشا لقوات الأمن اللي تفاعلت مع الدعوات هذه ونداءات هذه، على خاطر مش معقول أنه تم مثل هذه الممارسات يعني في محيط الجامعة، جامعة عقبة بن نافع اللي هو رمز كبير برشا للقيروان خاصة في شهر رمضان. جهاد زادة كان وجه نداء أو لفت نظر، خليني نقول أنه للأولياء أنهم يردوا بينهم على صغيراتهم وحتى قوات الأمن. شفنا زادة في التدخل الأول يعني بيان لقوات الأمن أنه يقول لك راهو لازم الأولياء يقوموا بواجبهم وبدورهم ويحميوا صغيراتهم من برشا حاجات راهو من ممارسات هذه، ولا نجم يكون حتى صغيره يتعرض لبعض الممارسات. دونك خليني نقول لكم وأنه باش يكون معنا بالتليفون سي سالم المجري الكاتب العام الجهوي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي في القيروان. سي سالم عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. ألو سي سالم، بربي تسكر كان تسمع فينا في من راديو آخر معناه بالكهرباء ولا حل راديو، ماذا بينا تسكر وتسمعنا بالتليفون باش يبدأ صوت واضح. أنا معك بالتليفون. مرحبا يا سي سالم المجري الكاتب العام الجهوي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بالقيروان، وشكرا لقوات الأمن اللي تفاعلت مع نداءات اللي أطلقوها نشطاء المجتمع المدني والأهالي والمصلين على ما يحدث في محيط الجامع. ونحب نقول توا أنه قاعدين نشاهدوا في فيديو مأخوذ من صفحة جهد المحرز الناشط في المجتمع المدني لتمركز قوات الأمن. ساعة كيفاش تلقيتوا هالدعوات سي سالم وكيفاش تجاوبتوا معها؟ مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي حياة فام. بالنسبة للقوات الأمنية تفاعلت مع النداءات نتاع المجتمع المدني حول الظاهرة نتاع الفوشيكة ذي حول جامعة، بدأت من انطلاقا من جامعة أكبر من نافع، مجموعة من القصر الأغلبية نتاعهم الشباب يتجمعوا على مستوى الجامعة ويقوموا باش يشعلوا فك الفوشيكة ذيك ويرموا فيه بالمحيط نتاع الجامعة، مما أقلق راحة المصلين وراحة الإمام معناها. احنا جندنا وجندت القوات الأمنية باش نتصدوا لها الظاهرة ذي. عملنا حملات في المحيط بتاع الجامعة وتم إيقاف مجموعة من الشباب وتقديمهم باستمرار، تحرير محاضر التزام في شانهم باش ما عادش يتكرروا مثل الأفعال ذي، وكما تم تركيز دوريات أمنية قارة ذي مش تتواصل فعالية دوريات حتى آخر رمضان، يعني حتى الاخر رمضان دوريات من مستوى الاقليم والمنطقه والظاهره ذي راهي ماهيش موجوده كان على مستوى جامعه عقبه، معناها جامعه والمحيط نتاع البلاد العربي اقلقت راحت حتى المتساكنين، كما زاد موجوده في برشا جوامع كما في زيت المنصوره وفي زيت ريح حافوظ، ثم زاد جوامع ومساجد موجود فيها الظاهره ذي. ان شاء الله قاعدين نتصدوا لها. فما تدخلات في الجوامع الأخرى سي سالم اللي أشرت لهم؟ فما تدخلات أمنية في الجوامع الأخرى اللي أشرت لهم زيدا؟ أي احنا الحملات مكثفة على المساجد الكل، ما واش تقتصر كان على جامعة عقبة من نافع، في الجوامع الكل وين توصلنا التشكيات والتذمرات ننتقلوا للجوامع ذيك، وقاعدين ثم أعمار معينة قاعدين نقدموا فيها الاستمرار وقاعدين نقدموا في محاضر التزام باش ما عادش يرجعوا، كما نوجهوا في نداءات الأولياء، راهي الأولياء هي الأساس أنهم يشدوا أولادهم يخلوهمش يمشوا للجوامع وكذا ويراقبوهم، خاطر هذا الشكل اخطر عليهم أكيد. بالنسبة للإيقافات سي سالم عندكش العدد وقديش فيهم مثلا من القصر الإيقافات؟ للأمانة بالنسبة للإيقافات ما فماش إيقافات، تم تحرير محاضر التزام في سنة ما خاطر ما ترتقيش للجريمة، معناها العملية هو ظاهرة ذي ظاهرة معناها انت تقلق المصلين صحيح لكن لا ترتقيش للجريمة، ثم محاضر التزام عاملينهم في درجة أولى ونبهنا عليهم، وثم اللي جبنا الأولياء نتاعهم حتى المقرات الاستمرار ونبهنا عليهم باش ما يكروش كما يستعملوا زادة في المطويات وفي الحس نتاعك المطويات الكبار زادة، ثم حملات قاعدة تصير. أعمارهم قديش سي سالم؟ أعمارهم قديش؟ الأعمار الكل تتراوح ما بين 13 سنة حتى 16-17 سنة، معناها هذه الأعمار نتاع الشباب الأطفال هذه والقصر اللي قاعدين يعملوا في الظهر هذه.
واضح. نشكرك برشا سي سالم المجري الكاتب العام الجهوي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي في القيروان، مشكور جدا على تدخلك معنا بخصوص تأمين جامع عقبة وبقية الجوامع الكل باش المصلين يؤديوا صلاة التراويح على راحتهم دون أي قلق. احنا نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها. ريحة رمضان على الحياة الفن. مالي ساعة على إذاعة الحياة الفن، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. اليوم تنطلق امتحانات الباكسبور في مختلف ولايات الجمهورية بعد عامين تقريبا، معناها ما تعملتش التظاهرة هذه نظرا لجائحة كورونا. أكيد الناس اللي اخذت البكالوريا وعدت الباكسبور تحس بحنين كبير لمثل هذه التظاهرات اللي هي تعتبر مهمة وبينسور يحبوها برشا تلامذة البكالوريا. باش نرجعوا على الباكسبور في ولاية القيروان مع سيد رفيق بن عامر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقيروان. سي رفيق بن عامر عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة فان. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي رفيق بن عامر، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على الباكسبور اللي انطلق اليوم في القيروان كما في بقية الولايات تقريبا. انطلق اليوم على بركة الله بولاية القيروان كسائر بقية الولايات اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية دورة 2022. كانت الانطلاقة اليوم معناها من مركز الاختبارات بملعب الملعب البلدي حمد العواني بمدينة القيروان. معناها يشارك في الاختبارات هذه في ولاية القيروان 6300 ممتحن. إن شاء الله باش يتوزعوا على 4 لجان. الاختبارات هذه إن شاء الله تمتد من اليوم الاثنين 11 أبريل إلى يوم 23 من نفس الشهر، وتقريبا معناها اللجان باش تنقل إلى كافة معتمديات ولاية القيروان لإجراء الاختبارات هذه. عموما الانطلاق اليوم كانت في ظروف طيبة، معناها بحضور كافة الأطراف المدخلة الأخرى والمساندة واللي هي معناها الإدارة الجهوية للصحة للحماية المدنية وقوات الأمن لحفظ معناها حصن سير الاختبارات هذه. وعموما كانت أجواء طيبة، حضور بعض الأولياء معناها كانوا في مدرجات الملعب، وكذلك معناها التلاميذ كانت عندهم معناها شغف بحكم أن الاختبارات هذه كانت متوقفة لمدة سنتين بحكم جائحة كورونا. وإن شاء الله نتمنوا النجاح والتوفيق لكافة إن شاء الله ربي نجحهم ناس الكل. 6300 سي رفيق هذوما يتوزعوا على كامل ولاية القيروان. نعم، لكافة الممتحنين اللي إن شاء الله باش يعديوا الاختبارات هذه. وانطلقت اليوم في مدينة القيروان وباش تتواصل حتى النهار 23 كل مرة، يعني تشمل ولاية ولا أكثر؟ يعني كل مرة، لا كل مرة معتمدية كما قلنا. هما 4 لجان في معناها أحيانا باش يتزامن معناها العمل اللجان بالتوازي، معناها ينجم يعديوا في مركز هنا في القيروان ويكون مثلا تم اختبار لجنة أخرى تجري اختبارات في السبيخة، وكذلك بقية المعتمديات كما قلت لك 4 لجان باش يعديوا 6300 ممتحن. سي رفيق، باش نسألك على ما يسمى بدخلة الباكسبور، تقريبا وليت عادة يعني مؤخرا في السنوات اللي فاتت انه يعملوا تلمذات دخلة الباكسبور. ساعات يعني تم تسجيل بعض الحوادث، خليني اقول اما باستعمال الفوشيك والا هكا باستعمال هكا حتى رسائل تكون يعني رسائل ذات توجهات معينة. كيفاش يتم ضبط دخلة الباكسبور بالنسبة لتلمذات في البكالوريا؟ والله هي دخلة الباكسبور ولت معناها من الأنشطة اللي تابعة للباكسبور. احنا سنا حتى في الاجتماعات التنسيقية في إطار الإعداد لهذه معناها الامتحانات راعينا المعطى هذايا وحاولنا أن يتم تأطير الدخلة هذه باش معناها نتفادوا أي حوادث قد تطرأ معناها سواء في الطرقات ولا في أثناء معناها
الاجواء الاحتفاليه هذيك، وكذلك معناها بالتنسيق مع مندوبيه التربيه معناها نحاولوا باش المضامين والرسائل اللي باش يتم معناها والشعارات اللي يتم رفعها باش تكون معطره وفي كنفس معناها المضامين المقبوله. يعني باش تقعد في اطار احتفالي هكا نحميوها من كل تجاوزات تنجم تصير والا بعض الحوادث لا قدر الله. اكيد هي كما قلنا هي فرصه احتفاليه، تعرفوا تلامذة عامين معناها ما تمتش الباك سبور حكم جائحة كورونا، ونعرفوا أن هي هذه الباك سبور هي إعداد نفسي معناها هي اختبار صحيح معناها في روزنا مثل الاختبارات الوطنية، ولكني فيه جانب من الإعداد النفسي لبقية الاختبارات اللي إن شاء الله معناها باش تأتي تباعا إلى معناها حدود شهر جوان معنا. نشكرك برشا سي رفيق بن عمر المندوب الجهوي للشباب والرياضة في القيروان على مدنا بكل هذه التفاصيل. اليوم انطلاقة الباك سبور، 6300 ممتحن يعني معني بهذه الامتحانات اليوم، كانت في ظروف طيبة ومرت يعني في ظروف جيدة للغاية حسب ما يأكدوا سي رفيق بن عامر. بعد شوية نرجع على المرسوم الرئاسي بخصوص مؤسسة فداء. شنو هذا المرسوم؟ شكون يشمل؟ شنو أو شكون اللي باش يستفيد منه؟ باش نرجع لي بأكثر تفاصيل في الانترفيو بعد شوية. حداش دقيقة بعد ماضي ساعة أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم، هذا غيكاب ميدي. غيكاب ميدي باش نحكيو على مؤسسة فداء. شنو المؤسسة هذه وشنو ردود الفعل الأولى بعد صدور المرسوم الرئاسي برائد رسمي الجمهورية التونسية نهار 9 أفريل في الذكرى 84 لعيد الشهداء؟ معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين. شكرا جزيلا لك. دونك سي حمادي اكيد راك تبعت الاحداث، تعليقك على يعني القرار هذايا المرسوم الرئاسي بخصوص مؤسسات فداء. شكرا. الحقيقه كانت فرصه انه رجعنا نحكيوا على الاحتفال بذكرى الشهداء 9 افريل وما رافقها يعني من ذاك الوقت، ثم بدينا رجعت بينا شويه الذاكره الى الشهداء نتاع الوقت الحاضر. وسمة عار أنه يبقاو الشهداء 11 سنة من غير ما يكون رد اعتبار ليهم ولو جانب معنوي. الجانب الثاني هو أن تونس عرفت تعديد الشهداء خاصة من المؤسستين الأمنية والعسكرية، ونعرف أنه اللي ماتوا أكثرهم حديثي العهد بالوظيفة العمومية، وبالتالي التقاعد نتاعهم سيكون زاهد يعني، وهذا من المفروض كان يكون حتى لو نعتبروه حادث شغل او يعني ما شابه ذلك، كان المفروض انه يتمتع بجراء في الوقت اللي احنا نعطيه في جرايات الوزره والناس اللي خدموا مده قصيره ويقعدوا يتمتعوا بجرايات مدى الحياه، وهذا في حد ذاته يعني غير مقبول. فرصة كانت أنه مش تكون ثم هذا الصندوق. الملف هذا يا سي حمادي خدموا به بارشا السياسيين في السنوات الأخيرة، يكون حاضر في الحملات الانتخابية بعد يقبر هذا الملف، تعملت له كتاب دولة، تعملت له معناها برشا حاجات لجان إلى غير ذلك، وما تقدمش بالكل. يعني الإرادة السياسية كانت غايبة أنه يتم تقديم يعني كما قول ورد اعتبار كما قلت أنت، ولكن إلى حد الآن مازلنا نحكيه على القائمة متاع الشهداء وجرحى الثورة. هبطت ثم قائمة هبطت فرايد الرسمي يعني قداش من واحد بالنسبة للموتى 110 تقريبا حاجة كما هكا، وعدد الجرحى مو مع الأسف الفترة السابقة كلها كل مرة تطلع ناس تنادي بصوت معين، مرة ردهم سراق، مرة ردهم ولباس احنا نعطيهم يعني في سكفيه. هو مهما كان رو حتى أثناء الحركة الوطنية العديد من كتب لهم أنهم يوليوا مناضلين وتوفوا والله يرحمهم، كانوا ضد القانون الفرنسي بشكل أو بآخر، كان متمرد ربما على السلطة الفرنسية، كان سارقا ربما لأملاك فرنسي، وبالتالي ما نجيش اليوم أنا
نعتبر انه اللي مات وخرج في الوقت هذاك نقول هذا لا مش شهيد. والغريب انه السيد اللي يقول في الكلام هذا لولا ذاك الشهيد راهو مازال راهو ما يتكلمش. فوالا احنا معنا جريح الثوره مسلم قصد الله، كنا حكينا معها قبل وقت اللي عملوا اعتصام في مقر الرابطه في تونس، باش نحكيو معها على ردود فعل جرح الثوره هو وبقيه المجريح اللي هو يعرفهم معناه وفي اتصال معاهم وعملوا اعتصامات مع بعضهم. خلينا نشوفوا قراءتهم الاولى والا ردود فعلهم الاولى. عسلامه مسلم قصد الله، مرحبا بك على اذاعه الحياه فان. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين. شكرا جزيلا لك مسلم. موقفك ولا رد فعلك الأول بعد صدور هذا المرسوم اللي يشمل الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق في شهداء الثورة وجرحاها؟ به، احنا بالنسبة لنا احنا كنا موجودين في اعتصام القرار، واحنا لحد الان مانيش فاهمين رواحنا نفرحوا ولا نحزنوا بالمرسوم. كيفاش؟ خاطر اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم يمكن مرسوم ينجم ينقص شويه تعب على الناس، لكن في نفس الوقت راهي فرحه ماهيش كامله، لانه ما صارتش محاسبه اصلا بالناس اللي قتلت الكرتوش. احنا اليوم نحكيو على مرسوم ونحكيو على حقوق ونحكيو على تعويضات ونحكيو، والنقطة الأساسية والصحيحة اللي هي الناس اللي ضربت واللي قتلت بالكرتوش اليوم راهو قاعدين نشوفوا في جلاد مع الضحية اللي هو اليوم يهبط اليوم من نقابة الأمنيين مبروك لجرحى الثورة، واليوم ناس قاعدة معناها بدوناتها مازالت مخربة بالكرتوش ويباركونا بعد اللي ضربونا باركونا على المرسوم على شنو؟ مو ديما ما نعموش احنا مسلم توم المحاسبة، هذا حق يظهر لي من حقكم تطالبوا بالمحاسبة، ولكن من الأطراف ولا الأشخاص المعنيين، لأنه ما نجموش نحطوا المؤسسة الأمنية كلها في نفس معناها الخندق هذا. خليني نقول أنت من حقك تطالب بمحاسبة الشخص اللي هو ضربك واللي هو أطلق عليك النار. لا احنا نحكي على الأشخاص اللي ضربت بخيرتوش، حتى أنا رانا ما نيش نعمم. وبالنسبة أصلا هو المرسوم لحد الآن المحتوى لا فيه ما فيه حتى حد شو فاهم فيه المرسوم، ولا رئاسة الدولة ولا شركة حتى الجرحى المعنيين بالأمر في حد ذاتها إنهم معناه يشوفوا شنو المحتوى المرسوم اللي فيه. مسلم يعني بعد المرسوم هذايا تحسوا اللي كمام تحققت لكم حاجة على الأقل، مازالت ناقصة برشا حاجات، ما حاجة هذايا اللي عجزوا عليه في السنوات اللي فاتت الكل. كان سي حمادي توا معايا يحكي يقول انه بعد 11 سنة وكأنه من العار انه نحكيه على تسوية توا، وإلا يعني رد اعتبار لعائلة الشهداء ولجرحى الثورة. كمام اليوم نحكيه على مرسوم خاص بكم، شنو تقول في الموضوع هذا؟ شوف صحيح كلام، صحيح كلام سي حمادي، زاد في نفس الوقت راهو ما يجي حتى شيء بالسهل، معناها هي ما هبطت قائمة اسمية في الرائد الرسمي إلا ما بقينا معتصمين أكثر من شهرين في 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 رئاسة الحكومة في فرع من رئاسة الحكومة، ومن بعد اعتصمنا في الرابط حقوق الإنسان باش هبط مرسوم، معناها التعب ما تتصورش إلا الناس هذه بعد 11 عام شنو هي المعاناة والتعب اللي قاعدة تتعب فيه. ولا نورمال مو كان جت الدنيا راهي بلادنا هي موفرت لنا العلاج من قبل مش من توا، ماهيش باش نجريو على علاج احنا في بلادنا، هو حق دستوري من المفروض حق دستوري ان في البلاد هذه تعيش بكرامة وتعالج كي الناس الكل كاي. اما وصلنا لدرجة قاعدين اليوم وحاسبوا فينا لان خرجنا وعطينا كلمة الحق ولقينا صدوراتنا، واليوم تنعتنا بالسراق كما قال سي حمادي وما خلاه ما قالوا فينا، لكن احنا مأمنين بقضيتنا ورانا باش نكملوا مشوارنا ورانا نعرفوا في البلاد هذه رانا على حق. سي مسلم مرحبا بك. وبيك يعيشك ربي يفضلك. انا الحقيقه تابعت يعني منذ 2011 مسيره اللي نسميهم انا الناس اللي القبر واحهم خارج كل خارج السرب، يعني السياسيين تموقعوا وناس أخرين تموقعوا وبقي الشهداء والجرحى
مرة يعطيهم فرصة باش يداويو في السبيطار العسكري ومرة ما يعطيهمش. وشفنا وضعيات كبيرة كيفاش حتى أنه يسافر للخارج كيف كان. تراش أنه اليوم المرسوم هذا هو أعطى إطار قانوني على الأقل، يعني ما نزيدوش ننكروا أنه إطار قانوني جيد يسمح للناس هذوما على الأقل اللي هبطت أسماءهم في الفرايد الرسمي أنه يكون عنده فرصة للتداوي الجانب الجراية. هذايا لأنه صندوق. من الجانب الثاني تقول أنت أن المسيرة ما زالت متواصلة، جيد، هذا مرسوم يؤسسه لأنه الدولة معترفة بشكل رسمي وخطوة أولى، وخطوة أولى. ويمكن تحسين الظروف. أما على مستوى المحاسبة أنا معاك أنه التوانسة الكل يبقاو نقطة استفهام أنه لا أحد يتحاسب، لكن ما تنساش أن الأمني راهو عون تنفيذ وربما يكون هو بيدو ضحية. ما هو احنا زادا احنا نحبوا شكون اللي عطاه الاوردر اللي ضرب الكرتوش، احنا مش المحاسبه بالعون الامني اللي يخدم، احنا حاجتنا بشكون اللي عطاه الاوردر، علاش ما تحاسبش اليوم؟ موضوع مهم جدا راهو المحاسبه. شوف اسمع، بالنسبه لنا احنا جرح الثوره ما تتسكر وتصير عداله في البلاد الا ما يصير يكون ما فيها محاسبه. احنا مش باش نكونوا مش ندخلوا في الجانب هذه القضاء واللي شو اللي صار فينا ان شاء الله مره اخرى تو نحكيوا فيه وباش نحكيوا فيه ان شاء الله. اما مبدئيا كمرسوم ان شاء الله الاولاد الكل كاي اللي تعبت والناس هذه ان شاء الله تكمل توصل انها تاخذ حقها وتعيش في البلاد هذه بكرامه ان شاء الله، وان الناس هذه بعد التعب هذا الكل كاي انها تجي حتى بصمة صغيرة بالنقطة السوداء اللي نشوفوا فيها حتى نقطة بسيطة من الأمل إن هالبلاد هذه نعيشوا فيها بكرامة إن شاء الله. به مسلم، آخر سؤال ونختم معاك، بالنسبة للقائمة متاع الشهداء وجرحى الثورة طلعت عليه، فما شكون اسمه مش موجود ربما وانت أكيد رك تعرف التفاصيل الكل، فما اعتراضات باش تتقدم ولا لا؟ أي فما اعتراضات باش تتقدم، ومؤسسة فداء هذه هي في حد ذاتها راهي فما يصير فيها لجنة وباش تخدم على الموضوع هذايا، خاطر احنا ما نكونوا واضحين، احنا نعرفوا بعضنا شكون اللي مضروب في الثورة وشكون اللي هو معناها اللي نجم يكر على الناس كل كاية، بالمعنى انه معناها فما برشا متحايلين باش نكونوا واضحين، راهو فما موجود متحايلين، فما برشا ناس تظلمت اللي هي ما وإن شاء الله بقدرة ربي بيجي نصفها القانون وتاخو حق إن شاء الله. مسلم قصد الله جريح ثورة، نشكرك برشا وإن شاء الله لبيس يعني وتتمكن من معالجة ومواصلة العلاج يعني باش تقوم لبيس يا ربي. دونك هذا الملف سي حمادي، ملف من الثورة إلى الآن أخيرا حققنا خطوة، هي الخطوة اللي طال انتظارها سنوات طويلة، هي التسمية في حد ذاتها شهداء الثورة، لأنه ثم ناس لا يستعرفوا بالثورة ولا يستعرفوا بالشهداء في حين أنهم أكبر المستفيدين. الجانب الثاني هو أنه ثم الناس ما تقدرش أنه هذا راهو مات، راهو فقد الحياة. ثم الناس أنهم اللي تبطرت ساقه واللي ربما زو ساخين أي هذا راهو واللي كان يخدم أصبح مقعد هل معقول حتى لو فرضنا يعني من جانب الإنساني والاجتماعي والدور الدولة أنها توفر له الحياة الكريمة، معقول نخليهم من البيبان ويتلاوحوا من السبيطارات ما عندوش بطاقة علاج وهو فقد شغله وما هوش خدام جملا هو بطال؟ إذا الحكاية تتجاوز راهي حكاية أنه تعطيه تيتر أنه يسميه جريح هي حكايته حفظ كرامته ثم لضمان أنه زاد يعيش حياة كريمة بقطع النظر عن الصفة. الصفة شرفية مهم جدا إذا كان فعلا ثم ناس مازالوا في تونس يعتبروا أنه ما وقع هو ثورة ضد الظلم ضد القمع ضد الممارسات اللي كانت تسلط على المواطنين. اليوم ثم توجه آخر أنه الشعب أصبح يتكلم أكثر يقول أكثر، صحيح ما ناشي في الديمقراطية المثالية الجيدة ربما، ولو أنه بين ظفرين يعني الديمقراطية قاعدة تمشي نحو نوع من الإفلاس وانتخابات فرنسا بين الجانب هذا، المهم هو أنه ما يصيرش ما هو ثم مسار نتبعوه، وهذه فرصة أنه نتوجه للناس اللي طول عمارهم عندهم حقد على هؤلاء الفئة من المواطنين، راه مواطنين كيفنا كيفهم، ثم هو أخذ جزاءه وتعاقب قصيت له ساقه أكثر من هكا
يعني ثم جانب راهو فيه شوية حيف. به بالنسبة لضحايا الاعتداءات الإرهابية، مؤسسة فداء تشمل العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وتم تغييب المدنيين اللي هما زاد لقاو حتفهم في عمليات إرهابية ما عندهم بها حتى ذنب. معني تعليقك على النقطة هذه؟ هي الجانب الأولاني هو أنه سمى القوى الحاملة للسلاح. الحامل للسلاح الحقيقة ظلموا برشا لأنهم هم في الواجهة. ثم مدنيين اللي كانوا ضحايا للجانب هذا، هل سيقع اعتبارهم؟ حسب رأيي من شهداء، لأنه بالنسبة لهم هما بالنسبة للناس هذوما ما اختارش أنه يحارب في صف المارقين، ولكنه كان ضحية سيستم كامل. اليوم مؤسسة فداء أكيد هو النص خرج نص عام، أكيد ستليه بعدين مراجعات، لأنه من خلال الإحصاء العام الإحصاء الدقيق للأشخاص، عائلة السلطاني وما رافقها ومثلهم كثير يعني قد يشملهم، أنا حسب رأيي من حقهم كذلك. خلينا نعمل قراءة أولى. أحنا مع الأستاذ شرف الدين القليل، محامي عائلة شهداء ثورة وجرحى، في دوائر المختصة تدسويت في الانترفيو دو جور. انترفيو دو جور. أستاذ شرف الدين القليل، عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحيتفة. مرحبا للأختي، أهلا وسهلا بك، مرحبا بكافة المستمعين. يعيشك، بارك الله فيك. مرحبا بضيوفك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معايا سي حمادي البقلوتي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. قراءتك الأولى أستاذ، وأنت تنوب عائلات الشهداء وجرحى الثورة منذ سنوات طويلة، قراءتك للمرسوم اللي يصدر بخصوص مؤسسة فداء. مرحبا بك وبسي حمادي وبالسادة المستمعين مرة أخرى. شكرا. في واقع الأمر ما نجمش نكون إلا سعيد بهذا المرسوم عدد 20. سعيد مش اعتباطا هكذا، بصراحة ما قريت هذا المرسوم في فصوله 39 ولقيت فيه عديد وعديد النقاط الإيجابية وعديد خليني أقول لك الثغرات العثرات اللي شابت النصوص المنظمة سابقا لملف شهداء وجرحى الثورة وقع تجاوزها بالمرسوم عدد 20، وكان تحب تباعا النجم عندك بطبيعة الحال. تفضل أستاذ. التوضيحات. النقطة الأولى في علاقة بهذا المرسوم حقيقة أنه لأنه في فصله الثاني يعدد المفاهيم هذه، وفي تعريف هذا المرسوم لشهداء وجرحى الثورة التونسية قبل كل شيء نحينا كلمة الثورة ما كالتواريخ 17 ديسمبر ولا 14 جانفي، وكل اللغط اللي صار حول هذا المفهوم واللي لا طائل منه، باعتباره أنه هذه ثورة جميع التونسيات والتونسيين وكافة ربوع الوطن، ولا فائدة من التقسيم العبثي اللي لا طائل منه. فقلت أنه هذا المرسوم عرف شهداء وجرحى الثورة وبالتحديد الأشخاص الواردة أسماهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي عدد 26 اللي كما تعرفوا صدرت نهار 19 مارس 2021 بعد ماراثون من التحركات اللي نظمتها عائلات وجرحى الثورة وحطت القائمة. لكن ما أعجبني في هذا الفصل الثاني وهذا المرسوم هو أنه المشرع في هذا المرسوم اعتبروا أنه هذه القائمة ما تنجمش تكون نهائية، نجم تحتمل بعض النقص، تحتمل بعض الغلط، بعض الأخطاء، وذاك عليه صارت برشا تحركات تدعو رئيس الجمهورية إلى مراجعة هذه القائمة لصدرة الرائد الرسمي. هذاك علاش الفصل الثاني من هذا المرسوم يعرف المستفيدين من شهداء وجرحى الثورة بمؤسسة فداء بكل من اكتسبها تلك الصفة، يعني صفة الشهيد أو صفة جريح الثورة تبقى القانون، يعني كل الناس اللي أصيبوا أو استشهدوا في الأحداث الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 هما كذلك شهداء ثورة وجرحى ثورة. وهذا في تقديري مهم جدا، وباش يعطي المؤسسة فداء سلطة تقديرية ثانية لتمعن وتفحص الملفات نتاع شهداء وجرحى ثورة، وحتى اللي جريح الثورة أو شهيد الثورة بين ظفرين اللي ماهوش يلقى اسمه في القائمة الرسمية اللي صدرت الرائد الرسمي من نهار 19 مارس 2021، مؤسسة فداء بإمكانها
تبقى القانون كما يقول المشرع باش تعطيه الصفة هذه، وبالتالي باش تخول له مختلف الامتيازات اللي تحصلوا عليها شهداء وجرحى الثورة. نقطة إيجابية مهمة جدا، مهمة جدا، لأنها صدقا وأنا متابع عن كثب لملف شهداء وجرحى الثورة، في فترة ما شقت صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة بالمرسوم عدد 26 اللي بعض الجرحى وقع إقصائهم بدون حقيقة، حقيقة بدون أسباب قانونية متينة وسميكة. النقطة الثانية واللي هي مهمة جدا، اللي هذه البلاد من خلال هذا المرسوم عدد 20، ونحيي بالمناسبة يعني جبد ملف شهداء وجرحى الثورة، خليني نقولها بالدارجة، من براثن التجاذبات السياسية. وكما تعرفوا يعني الإشكالية، وهذا موقف الخاص نعاود فيه، من 2011 من لحظة صدور المرسوم عدد 97 كان تتذكروا، اللي كان هو النص القانوني الوحيد اللي نظم ملف شهداء وجرحى الثورة من ناحية التعويضات ومن ناحية كذلك الإحاطة الاجتماعية والصحية. هذا الملف أو هذا المرسوم في تقديري سحب البساط السياسي من تحت هذا الملف. كيفاش هذا؟ أولا في التعريف، ثانيا في هذه المؤسسة اللي بتدعى تتسمى مؤسسة فداء، واللي هي حسب الفصل الثالث من هذا المرسوم باش تكون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإدارية والقانونية، يعني عندها استقلالية مالية، ولو أنها في نفس القانون باش تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، وباش يكون مقرها بتونس العاصمة، ولكن قمام كما تعرفوا ملف شهداء وجرحى الثورة شنو الإشكالية اللي يعني منها طوال، كان ديما يحطوا معاه ملف آخر، مثلا ملف المقاومين في مرحلة سابقة، ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام. فبالطريقة هذه كنا ديما يعني متحفظين جدا على إلحاق ملف شهداء وجرحى الثورة بملفات أخرى على أهميتها على كل حال. ولكن هذا الملف عندما يكون على نفس الطاولة مع ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعواد قوات الأمن الداخلي والديوانة، يكون بتلك الطريقة، ولينا نحكيه على ملف الشهداء، مانيش نحكيه على ملف العفو التشريع العام، مانيش نحكيه على ملف المقاومين، كما قلت لك سيدتي الكريمة هذه الملفات على أهميتها، ولكن في تقديرنا خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاعتداءات الإرهابية يجعلها تحتم علينا نخصوها بملف خاص بمؤسسة خاصة تسيرها تديرها وتحل مشاكلها العالقة أو التي سوف تخلق في التطبيق. ثلاثة النقطة وملحوظة مهمة جدا، هذا الملف حدد شنية الأوجه متاع الإحاطة والمساعدة اللي يستحقوها ضحايا الاعتداءات الإرهابية وكذلك أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. يعني مش هكذا كلام عام، نحن سوف نرعى عائلات شهداء جرحى الثورة، نحن سوف نكفلهم، نحن سوف نحيطهم ونخص لهم المساعدات التي يحتاجونها. هذا يولي كلام خليني نقول لك إنشائي. هذا المرسوم من خلال خاصة خليني نقول لك الفصول من سبعة إلى آخر المرسوم، يعني الفصل الخامس مثلا حدد شنو هي الإحاطة، شنو هي التدابير اللي باش ياخذوها أو التي سوف توجه لضحايا العمليات الإرهابية لشهداء وجرحى الثورة، كذلك أنواع الإحاطة. ولاحظوا وأنه العنوان الثالث حتى باب مهم جدا، وأنا نحييه بالمناسبة، لأنه كما تعرفوا فما حالات لليوم ما نبالغوش إذا كان نقولوا 10 سنين من ثورة الحرية والكرامة، ولكن فما جرح ثورة لليوم يعانيه لليوم قاعدين يشوف في الموت، وخليني نقول لك اليوم مشاريع شهداء إذا كان ما تخصص لهمش الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية والمادية المستعجلة. يبدو لي أنه هذا الفصل، هذا المرسوم 20 من خلال العنوان الثالث ومن خلال خاصة الباب اللي سماه الإجراءات الفورية، باب لا يسعني إلا أن أحييه، لأنه حط ترسانة متاع إجراءات مستعجلة ومستوجبة لفائدة ضحايا العمليات الإرهابية وجرحى الثورة. أبرز هذه الإجراءات أستاذ شرف الدين القليل، لو كنت تعطينا فكرة على أبرز هذه الإجراءات اللي ذكرت. بالضبط نجم نقرأ بعجالة العنوان الثالث المتعلق بالإحاطة والباب الأول منه المتعلق بالإجراءات الفورية، يقول لك مثلا في علاقة بضحايا العملية الإرهابية، يجب على وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أن يحيل فورا
إلى مؤسسة فداء قائمة اسمية حصرية تتضمن العناوين والهويات الكاملة لكافة ضحايا أي عمل إرهابي مهما على أو قل شأنه. واحد اثنين مؤسسة فداء تصرف مباشرة كل عناصر أجر الشهيد. ما كنا بين قوسين نفتح معاك النقاش ربما كنا برشا أصوات وتحركات في المجتمع المدني تستنكر كيفاش شهيد من المؤسسة الأمنية أو المؤسسة العسكرية أو من الديوانة يصاب يلقى حتفه ينتقل إلى جوار ربه عائلته الله يصبرها في عشية وضحاها يوقف الشهرية متاعه ما يقاوش كيفاش أي مورد رزق. فالمؤسسة نتاع فداء بموجب المرسوم فرض عليها المشرع وأنها تصرف له جرايته ولا تعلقها ولا تجمدها ولا توقفها. وهذا مهم جدا يعني تتصرف معها كأنه حي الجراية نتاعه تقوى تتصرف بطبيعة الحال لأولي الأمر من الشهيد الورثة نتاعه نحكي ما عندهاش أجيال محدة أستاذة تقعد تصرف بالضبط إلى ما لا نهاية محدة وكأنه على قيد الحياة. اثنين كذلك صرف منحة الدفن وهذا أول نص قانوني في تقديري يخصص منحة الدفن إكرام الميت دفنه نعرف هذا جيدا ولكن كذلك هذا دفن يلزم مصاريف مؤسسة فداء تتكفل حالا دون أي تأخير بجميع مصاريف الدفن نتاع الشهيد الله يرحمه وإن شاء الله ما يجيوش شهداء وما تجيرش عمليات إرهابية إن شاء الله ورب يحفظ بلادنا. أمين. كذلك نفس هذا الباب حتى حاجة مهمة ياسر لأنه شنية الأزمة متاع خاصة جرح الثورة وجرح العمليات الإرهابية كذلك هي بالأساس سيدة الكريمة أزمة نفسية يعني إنسان يحس روحه في غربة ويصارع الموت. هذاك علاش هذا الباب من هذا المرسوم عدد 20 فرض على مؤسسة فداء وأنها توفر الإحاطة النفسية بواسطة الخبرات والكفاءات الطبية اللازمة على الفور. يعني كل جريح ثورة كل جريح عملية إرهابية ترى المؤسسة وأنه لا بد باش نحيطوه ونحيطو به نفسانيا فما فريق طبي مختص شنبسق لاحقا على لجنة خاصة صلب مؤسسة فداء تتكفل هي بالمصاريف. ثلاثة كذلك ونزيد نعطيك مثال آخر ولست هنا بصدد رمي الورود ولكن أنا المحسن نقول له أحسنت والمسيء نقول له أسأت. فما ثغرات تونجي ونحكي عليها في هذا المرسوم ولكن فما عديد النقاط الإيجابية اللي من نجم أنا كمحامي باشر في الملفات هذه منذ عقد من الزمن إلا وأني نحييها وأجلها. ثلاثة مؤسسة فداء أيضا بإمكانها أنها توفر سكن عند الاقتضاء سواء لجرح الثورة اللي عندهم خصوصيات بدنية وإعاقات بدنية مستعصية وكذلك جرح العمليات الإرهابية. أربعة كذلك مصاريف العلاج وما أدراك مصاريف العلاج وكم هي مثقلة لكاهل العائلات مصاريف العلاج هذه وكم هي مكلفة مصاريف العلاج خاصة كي نبدأ ونحكي سيدتي الكريمة على علاج في الخارج. فالباب الثالث هذا الكل سماه إجراءات فورية إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بالإحاطة الطبية تتعلق بالإحاطة النفسية تتعلق بكذلك الرعاية الاجتماعية الرعاية التعليمية كذلك جرح الثورة وذوي الشهداء من حقهم كيما التوانسة الكل يتعلموا من حقهم كيما التوانسة الكل مورد أو دخل قار يجابوا به مصاريف التعليم كذلك الأعداد ذوما باش يحسوا رواحهم وأنا أعلم جيدا حجم الإهانة اللي كانوا يتعرضوا لها خاصة جرح الثورة في وسائل النقل في بعض المؤسسات العمومية اليوم بحسب إذا كان تفعل المرسوم هذا مؤسسة فداء باش تعطي بطاقات لجرح الثورة ولجرح العمليات الإرهابية ولأولي الحق من ضحايا العمليات الإرهابية وشهداء الثورة باش يتمتعوا بالخدمات العمومية بشكل لائق بشكل إنساني وبشكل تفاضلي أيضا يعني كرمناهم. ثلاثة ولهنا باش نستحضروا كذلك مؤسسة من مؤسسة العدالة الانتقالية اللي اسمها حفظ الذاكرة الوطنية مؤسسة فداء سوف تتكفل أيضا تبقى نص سوف يصدر لاحقا عن رئاسة الجمهورية تتكفل بما يسمى بحفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى هؤلاء الشهداء رحمهم الله جميعا ومهم جدا هذايا باش يقيم الدليل على أننا لسنا في حضرة دولة جاحدة لا نحن في حضرة دولة تعترف بالتضحيات
بالدماء اللي بذلها شهدائها في سبيل عزة هذا الوطن، في سبيل مناعته، في سبيل حريته. هذاك علاش تخليد التأخير اللي صار أستاذ في التأخير اللي صار أستاذ في الملف هذايا، التأخير اللي صار بعد 11 سنة. أنا موقفي من 2010 لم يتزحزح قيد أنملة، وأنا ديما عندما أعلق على المؤسسات اللي خلقتها الدولة التونسية لإدارة ملف شهداء وجرحى الثورة كنت أصيمها وأنعتها جميعا بالارتجال. التأخير هذايا السبب متاعه الأول الارتجال، يعني غياب رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة. واحد اثنين، تسييس هذا الملف. هذا الملف قبل أيما تكبيل بالتوظيف السياسي له من 2010، ولا أستثني أي حزب مسك بزمام الحكم، ولا أستثني أي شخصية مسكت بصفة رسمية بتلبيب هذا الملف. وظف برشا الملف، أرهق حتى أنه أفرغ من كل مضمون جميل وإنساني. صحيح. هذاك علاش أنا شخصيا، وخليني أكون صريح معاك، هذه قراءتي الأولى راهو. بطبيعة الحال قراءتي الأولى ما أنا حقيقة ممتن لرئاسة الجمهورية على هذا المرسوم. ممتن للخبرات اللي استعانت بهم رئاسة الجمهورية في صياغة هذا المرسوم، واللي خذات بعين الاعتبار عديد الخصوصيات التي من شأنها على الأقل يا سيدي خلينا من أموال وخلينا من المساعدات من شأنها على الأقل وأنها تحفظ كرامة وترد الاعتبار معنويا للجرحى ولعائلة الشهداء. أستاذ بخصوص الثغرات، كنت أشرت لأنه فما ثغرات، شنو تحفظاتك إذا كان موجودة بخصوص هذا المرسوم؟ أنا بطبيعة الحال فما بعض الثغرات اللي هي غياب ديما غياب الوضوح في علاقة بمفهوم شهداء وجرحى الثورة. كما بديت في مداخلتي قلنا وأنه هذا المرسوم عدد 20 يعمل رنفوا للمرسوم عدد 26 متاع 19 مارس 2021 اللي فيه القائمة الرسمية النهائية. وهناك عديد، خليني نقول لك وأنا مطلع عن كسب على ملفات شهداء وجرحى الثورة، عديد جرحى الثورة الذين وقع إقصائهم لأسباب خليني نقول لك على مسؤوليتي غير قانونية. يعني شهداء بالفم والملاء، جرحى بالفم والملاء، لأن ملفاتهم ربما منقوصة، لأنه ربما الحالات نتاع وفاتهم ووضعيات وفاتهم مسترابة، وقع إقصاء هذه القائمة الرسمية. فياليت يبدو لي أن المرسوم واعي بهذه الثغرة، ياليت مؤسسة فداء تكمل تدرس هذه الملفات بدقة تامة، ديدنها في ذلك، أو خليني أقول لك بوصلتها في ذلك، هي القائمة الأولى بالكل اللي هبطت كانت تتذكروا عام 2011 على مؤسسة اللي كان يترأسها السيد توفيق بودربالة متاع ضحايا الثورة التونسية الشهداء والجرحى، وتلقى القائمة كاملة. فيصير لنا إشكال في القائمة، وإن شاء الله مؤسسة فداء بمتابعتها للملفات نجم تلقى الثغرات وتعوض النقص اللي صار في المرسوم عدد 26. ثغرة ثانية كذلك سيدتي الكريمة في علاقة بالعنوان وكذلك بالتطبيق متاع هذا المرسوم. وكما تفضلتوا انتوما في تقديم هذا الموضوع، قلنا وأن هذا المرسوم سوف يوجه للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وعوات القوى الداخلي والديوان والحق بشهداء الثورة وجرحاها، واستثنى بشكل لا أفهمه شخصيا، استثنى المدنيين. يعني نعطيك مثال، مثلا هناك مدنيين سقطوا رحمهم الله في ملحمة بن قردان، كسوا جرحى ولا شهداء. عائلة الشهيد مبروك السلطاني كذلك، خالتي الزهرة الله يرحمها وأولي الأمر منها. هذوما كي نقراوا المرسوم في كافة فصوله ما نقاهوش للأسف الشديد، وأنهم ينجموا يستنفعوا بالمرسوم هذا. وأنا أستغرب حقيقة لماذا وقع إقصاء المدنيين. هل يكون عن سهو وإلا كيفاش تفسر أستاذ شرف الدين؟ والله ما نجمش نقول لك عن سهو، لأنه هذا مرسوم يعني أعدته لجنة من الخبراء، والصياغة متاعه صياغة قانونية جيدة جدا تبين مدى الخبرة ومدى الحصافة متاع الناس في خدمة المرسوم هذا. ما نجمش يكون عن سهو، ولكن ربما لأنه المدنيين اللي سقطوا جراء العمليات الإرهابية ربما العدد متاعهم قليل، فربما ارتأى هذا المرسوم وأنه ربما يخصهم بنص خاص، ولأنه المقترح متاعي أو النداء متاعي اللي باش يكون مزدوج. كما تعرفوا مؤسسة فداء اللي هي مؤسسة حسب الفصل الثالث من هذا المرسوم، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والإدارية. فأنا ندائي إلى رئيس الجمهورية هي التعجيل
التعجيل بوضع هذه المؤسسة وبوضع الكادر الإداري الذي سوف يشرف على دواليبها وبوضع الأوامر الرئاسية التي سوف تنظم تسييرها وعملها الإداري وميزانيتها. والنداء الثاني لمؤسسة فدان إن شاء الله في القريب العاجل ترى النور هي مراجعة المرسوم، على كل حال يسمح لها بذلك كما يسمح لها بمراجعة الملفات بتاع شهداء وجرحى ثور ومراجعة الأحكام القضائية ومراجعة كذلك الإبلاغات اللي بيجيها من وكالة الجمهورية بالمحكمة الدولية بتونس لازم تراجع كذلك. واضح. من سوف يستفيد من أحكام هذا المرسوم؟ واضح. ولا أعتقد بأنه في ذلك مخالفة للقانون إذا كان أدخلت في زمرة المستفيدين من هذا المرسوم المدنيين وأخص بالذكر ضحايا ملحمة بن قردان، عائلة الشهيد مبروك السلطاني وغيرهم من المدنيين الذين لحقهم ضرر مادي أو معنوي من العمليات الإرهابية. بتلك الطريقة في بالي سيدتي الكريمة نكون قد أنصفنا على الأقل رمزيا شهداء وجرحى ثورة، خلدنا ذكرهم وضحايا الاعتداءات الإرهابية، عوضناهم ماديا وأحطنا بهم نفسانيا. واضح. هذه قراءة أولى معك الأستاذ شرف الدين القليل، أكيد نرجع معك إن شاء الله في مناسبات قادمة نحكي وبأكثر تفاصيل، والفايدة دي ما نقوله في التطبيق على أرض الواقع. مشكور جدا الأستاذ شرف الدين القليل محامي عائلة شهداء الثورة وجرحها في الدوائر المختصة، علمتنا بكل هذه التفاصيل بخصوص مؤسسة فداء. حق المروج الخضر والبحر والصحراء. 47 دقيقة بعد ماضي ساعة وقيت باش نحكيه على النتائج بالنسبة للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. معي سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. قراءتك الأولى سي حمادي بخصوص النتائج اللي أفرزتهم الدورة الأولى للسباق الانتخابي في فرنسا. هي نسخة مطابقة الأصل تقريبا من انتخابات 2017 باستثناء السعود، يقول بعض الملاحظين أنه مفاجئ، ولكني أنا راه عادي. هو لأقصى اليسار، مرشح أقصى اليسار ميلانشون. علاش نقول لك عادي؟ لأنه هذا رجل يتوجه للفئات المستضعفة والأحياء الفقيرة، ونعرف أن الوضع الاقتصادي العالمي أفرز في كل البلدان، في بلدان العالم كل فئات فقيرة. الجانب الثاني هو أنه مرة أخرى الفرنسيين يلقوا رواحهم باش يختاروا ما بين الطاعون والكوليرا، يعني هذا يعني تسميتهم هما مش تسميتي أنا، لأنه يلقى روحه هو ما هوش مع ساركوزي، وفي نفس الشيء يخاف من ماري لوبان، فيضطر أنه يصوت لاختيار لساركوزي. مش ساركوزي هذا، ماكرون. ماكرون سي ماكرون هذا يعني اللي صعد يعني في بسرعة يعني للحياة السياسية، ربما استفاد كثيرا من تشتت اليسار وتشتت اليمين كذلك. حتى اليمين راهو ثم ثلاثة مترشحين يعني في اليمين، أقصى اليمين. اليسار زادت ثم ستة ولا سبعة. تشرد ماذا استفاد منه سي ماكرون بشكل جيد. به خلينا نزيد ونحكي ولو أن النسبة راهي صغيرة برشا، الفرق ما هوش كبير، ما هوش كبير الفرق بينتهم. خلينا نعمل قراءة أكثر مع السيد طارق مامي مدير إذاعة فرنسا المغرب الكبير تدسويت في ديفير نيوز. ديفير نيوز معنا سي طارق مامي مدير إذاعة فرنسا المغرب الكبير. مرحبا بك سي طارق على إذاعة الحيت اف ام في القيروان. عسلامة، رمضان مبروك وشكرا على الاستضافة. يعيشك سي طارق. في قيروان من نجم إلا نحيي صديقي وزميلي الدكتور محمد غنام اللي هو أصيل مدينتكم. تحية لكم زوز وإن شاء الله رمضانك مبروك، ومرحبا بك سي طارق، وإن شاء الله مش المداخلة الأخيرة معنا، إن شاء الله ديما تتواصل المداخلات على إذاعة الحياة فهم. سي طارق، طبعا تبعنا باهتمام الانتخابات في فرنسا، السباق في الدورة الأولى والنتائج يعني أفرزت زوز مترشحين بشيت باراو في الدورة الثانية، مارين لوبان والرئيس ماكرون رئيس المنتهية ولايته ماكرون. قراءتك الأولى لهذه النتائج الأولى، نسبة المشاركة في الانتخابات، لو كنت تعطينا فكرة أوضح.
أول حاجة القراءة الأولى هي نسخة مطابقة لانتخابات 2017 اللي ترشح فيها لأول مرة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون اللي كان غير معروف وما كانش عنده حزب في 2017 واللي نجح في الانتخابات. والدورة الأولى من 2017 عطت تقريبا عطت يعني صورة متشابهة لصورة اليوم بما أنه في المرتبة الأولى كان المترشح ماكرون، في المرتبة الثانية كان المترشح فيون اللي مثل حزب ساركوزي اليمين المعتدل، وفي المرتبة الثالثة كان جون لوك ميلانشون. وجون لوك ميلانشون لا يلزم المستمع يعرف شوي من حياته السياسية، فهو مولود في المغرب في طنجة وعاش في المغرب ودرس في المغرب حتى تقريبا سنة 14 ثم التحق بفرنسا، وهو في يعني كمهنة مهنته هو أستاذ تاريخ، وكان عضو مؤثر في الحزب الاشتراكي الفرنسي ثم بتاع ميتيران بتاع الرئيس ميتيران، ثم انشق على هذا الحزب لأنه يعتبر أن الحزب الاشتراكي حاد على الدفاع على الطبقات الفقيرة في المجتمع الفرنسي، ولهذا هو ينعت في الصحافة الفرنسية باليسار المتطرف، وهو لا في الحقيقة ليس من اليسار المتطرف، هو من اليسار اللي نجم نقوله اليسار الراديكالي في المعنى الصحيح للكلمة، يعني الذي لا يقبل السياسة الاقتصادية للسوق ولا وتهميش الأقلية. ولهذا النسخة هذه في الدورة بتاع 22 شابهت، إلا أنه غياب فيون وحزب ساركوزي الذي تقهقر هو أقل من 5%، وساعدت مدام لوبان اللي كان في المرتبة الرابعة في 2017، والفارق اليوم تقريبا 3-4 نقاط ما بين الرئيس الحالي المترشح من جديد ومدام مارين لوبان. وباش تكون عندنا صورة واضحة يعني نقطتين أخرين. النقطة الأولى هي نسبة المشاركة كانت اليوم أقل من 2017، فتقريبا 27% من المواطنين الفرنسيين ما شاركوش في الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي ربما النقطة السوداء في هذه الانتخابات هي ما يسمى بالأحياء الشعبية التي فيها المهاجرين والفرنسيين من أصل مغاربي ولا أفريقي لم يشاركوا كثيرا في هذه الانتخابات، فمشاركتهم كانت أدنى من 50%، وهذا اللي يشرح بمن أن المجتمع الفرنسي هو مجتمع اليوم أكثريته من اليمين، من اليمين المعتدل واليمين المتطرف، واليمينين هذوما يمثلوا أكثر من 50% من الآراء في صدر الآراء في فرنسا اليوم. هذه الصورة الأولى لهذه الانتخابات. بالنسبة للمغاربة اللي انت أشرت تواسيتك سي طارق ميمي لأن المشاركة متاعهم كانت ضعيفة في فرنسا، كيفاش تفسر خاصة مع صعود لوبان المعروفة يعني بعدائها للمهاجرين العرب؟ هو عندها زوج تفسيرين اثنين لو سمحتي. التفسير الأول أن كل الطبقات الفقيرة في فرنسا لا تشارك في الانتخابات، فهي هذه كانت تكون مغاربية وتونسية جزائرية مغربية أو أفريقية، فهي تقاسم الوضع مع هذه الأقليات، تقاسم الوضع مع محدودي الدخل في فرنسا من أصل فرنسي سمح التعبير، حتى لو لا أحب أن مثل هذا التعبير. والنقطة الثانية أنه معناها الجاليات المغاربية والأفريقية الأقليات اللي الفرنسية أني معناها هي تحت الضغط الإعلامي منذ سنوات، وما بين يعني تمييز في الكلام وتمييز في المواقف اللي يجعلها أن تحس نفسها أنها ليست يعني مواطنة عادي في هذا المجتمع، ولذا المشاركة في الانتخابات ليست من أهميتها الأولى. هذوما النقطتين اللي يمكن يشرحوا لماذا مشاركة الأقليات ومشاركة الأحياء الشعبية كما يقولوا كما نقول هنا في فرنسا اللي معناها المشاركة نسبة المشاركة أقل. ولكن نجم نقوله كذلك أنه ما يسمى بالجاليات المسلمة، وهذه يعني تعريفات جديدة منذ تقريبا 20 سنة في فرنسا، أنه لا يقول السياسيين الفرنسيين المواطنين
من أصل مغاربي، ولكن يعني ديما ينعتوهم بالصفة الدينية الأكثرية الأشخاص والمؤثرين، لأنه ليس هناك مؤسسات مؤثرة في فرنسا إسلامية حقيقة في الميدان السياسي. الشخصيات والمشاركين في كل الجمعيات نادوا بطريقة كبيرة لانتخاب السيد ميلانشون، ولاحظنا في بعض الأحياء أنه يعني أصوات سيد ميلانشون فاقت بكثير أصوات ماكرون، فمثلا في ما يسمى بالمقاطعة 93 يعني سان دوني ميلانشون كان الأول في كل المكاتب، كما كان الأول مثلا في ليزونتي في الغويان يعني في المقاطعات الفرنسية الموجودة في المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وهذا يعني أن الطبقات الفقيرة تنتخب السيد ميلانشون، الطبقات يعني الغنية ولا المتوسطة تنتخب السيد ماكرون، والذين يعتبرون أن الهوية الفرنسية في انحلال وفي خطر ينتخبوا السيدة مارين لوبان هذيك مع كلمة يعني جديدة، يقولون أن هناك اليوم لو غران رومبلاسمون يعني التغيير الكبير، والتغيير الكبير عندما يستعملوا هذه الكلمة فهم يفكروا في المواطنين من أصل مغاربي وإفريقي وبديانة إسلامية، ويعتبروا أن هذه الأقلية قاعدة تكبر في فرنسا وباش تحط في خطر الهوية الفرنسية القديمة، وهم عندما يقولون الهوية فهي البشرة البيضاء والديانة المسيحية. سي طارق مرحبا بك. يعيشك سيدي. من خلال متابعة الانتخابات نشوف أن الشمال صوت كثيرا للوبان، رغم أن لوبان غيرت من خطابها سابقا، أصبحت أكثر ربما تخدم الجانب، تحكي على الجانب الاقتصادي. في المقابل ميلانشون خدم على الأحياء الفقيرة، ولكن الأحياء الفقيرة نسبة الامتناع على التصويت أو المشاركة كانت برشا، وبالتالي ثم ذاك علاش ما فاتش، كان ما بيناتهم تقريبا 1.5%، يعني كان نجم يكون الثاني. النقطة الملفتة للانتباه هو أن سواء ماكرون في أول كلمة توجه للمجموعة الصامتة الذين لم يشاركوا، وبالتالي واضح أنه ثم إحساس بالمسؤولية في أن عدم مشاركة هؤلاء الناس هو اعتراف ضمني بفشل السياسات في فرنسا. النقطة الثانية هو أن لوبان في كلمتها توجهت لليهود والمسيحيين ولم تذكر المسلمين بكلمة، رغم أنهم فرنسيين مثل بقية الفرنسيين، وأنا لا أدافع عن أحد ولكن هذا واقع يعني تعيش في فرنسا، رغم الثقل هم اللي يمثلوا تقريبا أكثر من 5 ملايين ناخب في فرنسا، ولكن ما عندهم شيء حتى وزن. تراش أنه جاء الوقت اليوم أنه الأحزاب اللي هي تقريبا عندها جانب مجتمعي واجتماعي في أنها تخدم على الفئات هذية، قد يتغير الوضع السياسي والخارطة السياسية في فرنسا. أنت لو سمحت يعني تواجهت لبرشة نقاط عميقة ويعني يلزمها برشة وقت للتحليل في بعض الكلمات. نعم. أنها السيدة لوبان هي ابنة السيد لوبان. نعم. لماري، وهو المؤسس الحزب، وهو معناها متطرف كابنته، وهو كان عسكري في الجزائر وكان مع تعذيب المجاهدين الجزائريين. نعم. وكانت نظرتهم يعني ضد اليهود وضد العرب، ولكن منذ 4 سنوات 5 سنوات تقريبا قررت السيدة لوبان أنها لا تستطيع التهجم على الجالية اليهودية لأنها جالية منظمة. نعم. ولأنها جالية مؤثرة خلاف على الجالية المسلمة، فغيرت حديثها وتحاول أن تبني جسور تواصل مع يهود فرنسا ومع إسرائيل. نعم. حتى تتغاثى يعني ردود الشعب خاصة الإعلامية، لأن المواطنين الفرنسيين من دين يهودي ولا من أصل يهودي هم منظمين أحسن من الجاليات الأخرى وخاصة من الجالية الإسلامية، ومتواضعين يعني في الإعلام لأنهم مختصين في الإعلام، ولأن قدمهم في المجتمع الفرنساوي وأكثر من قدم الجالية المسلمة. هذه النقطة الأولى في مدام
لوبان. ثم مدام لوبان تعتبر ان المعركه هي معركه ثقافيه دينيه هويه، وتعتبر لهذا تتحدث مع المسيحيين لانها تعتبر ان فرنسا بلاد مسيحيه، وبتغيير اللغه تتكلم مع اليهوديه، فنظرتها يعني فيها قيمه دينيه اكثر من عند ماكرون، اكثر من عند ملانشون، واكثر عند كل المترشحين. عندك نقطتين اخرين مهمين، برز ما يسمى هذا إيريك زمور، وهو صحافي من اصل هو من اصل يهودي من اصل جزائري، يعني تطرف على التطرف، فاجبر السيده مارين لوبان لتهدئة الحديث عندما تتكلم على الهجرة وحتى على المسلمين. والسيد هذا زمور تحصل على 7% من الأصوات بعد ما كان عنده يعني في الاستطلاعات الرأي حتى 17%. وهذا يجعل السيدة مارين لوبان أنه في الدور الأول كان عندها حديث هادي لتظهر هي الأمرأة العاقلة أمام السيد زمور، واليوم وقد سقط السيد زمور سترجع لمواقفها القيمة. فعندها مثلا كلمة لفرنسي دابار الفرنسيين، نعم أولا أول، ولكن عندما تقول هذه الجملة فالكل يفهم أنه الفرنسيين من الديانة المسيحية وذوي البشرة البيضاء، أما المواطن الفرنسي الأسود أو العربي فهو يعني فرنسي تعيط، وهي فرنسي من الدرجة الثانية أو فرنسي على الورق فرنسي دبطي. بما يخص الشيء جون ليوك ميلانشون، المشكلة أن هناك 4 مترشحين من اليسار أخذوا تقريبا 19 نقاط، فلو تفاهم اليسار الفرنسي مع ميلانشون فميلانشون كان يكون خد معناها أكثر أصوات من السيدة لوبان وحتى أكثر من السيد ماكرون. والمشكلة في اليسار الفرنسي أنه في تشرذم وتقاطعات يعني قديمة جديدة بين الأحزاب، الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الخضر وحزب جون ماري لوبان. وهناك نفس الشيء في اليمين، إلا أن اليمين يعني ما بين السيد زمور والسيد لوبان والسيدة بيكريس اللي هي من حزب فيون حزب السيد ساركوزي عندهم تقريبا نفس الأفكار، فالمواطن يسمع نفس الحديث في 3 أحزاب مختلفة. أما تمشي عند اليسار فتوجد 4 أحاديث مختلفة والإنسان ما يعرف نفسه أنه هذا حديث يسار. فمثلا رئيس الحزب الخضر كان في موقفه مع إكران يعني أكثر تطرفا من اليمين المتطرف. هذا الكل يجعل أنه المواطن الغير المثقف سياسيا، الاحترام كل المواطنين في فرنسا كما في تونس، فالمواطن الذي لا معناه لا تهمه سياسة يومين ولا يعيش من السياسة لا يشارك في السياسة إلا إذا كان من طبقة غنية أو طبقة متوسطة أو له هذه مشكلة الهوية الفرنسية القديمة المتجددة. طيب أستاذ طارق ميمي، أختم معك بسؤال نظرا لضيق الوقت، مع يعيشك مع صعود لوبان إلى الدور الثاني، هل سيفتح الباب هذا وإلا هل نجم نقول أنه الأمر محسوم لصالح ماكرون بصعود لوبان في الدور الثاني؟ لا، لأنه حتى الآن كان الأمر محسوم ضد اليمين المتطرف، يعني السيدة لوبان وأبيها كذلك لأنه ترشح مرة ضد جاك شيراك في الدور الثاني. أما اليوم المجتمع الفرنسي بعد الكوفيد، بعد هذه الأزمة مع حرب أوكرانيا متشرذم، ولذا أنا عندي كلمة بالفرنسية في تحليلي نقول أنه سي بوسيبل أن السيدة لوبان تصبح رئيسة فرنسا، ولكن سي با بروبابل يعني يمكن عدديا أن تصير رئيسة فرنسا، ولكن في نفس الوقت يعني يمكن في آخر لحظة المواطن الفرنسي معناها ما يمشيش في الخط هذا، لأنه إذا كان نشوفوا الأرقام اليوم فتقريبا ثم 3/3 مع ماكرون 100%، وخاصة الناس اللي عمرهم أكثر من 50 سنة واللي عندهم تجربة في السياسة وعندهم تجارب أخرى شخصية، وعندك ثلث اللي مع السيدة لوبان وقضية الهوية وأن الإسلام هو العدو والعرب هم العدو والأفارقة هم العدو، وعندك ثلث يترجح بين الاثنين
وفي هذا الثلث الثالث هو الثلث الخطير، لأنه كثير ما هم ضد لبان ولكن ما يحبوش مكرم. يعتبروا إذا كان يمشوا ينتخبوا السيد مكرون في الدور الثاني يعني أيدوه، وهم ما يحبوش أيدوه مثل أصحاب ليجيليجون السطورات السفرة. فالوضع يعني ما يمكن وحتى أقصى اليسار أن الرئيس وكمل لهنا لو سمحت أن الرئيس يترشح، ولكن بنسبة قليلة يعني 52-54% لا أكثر. واضح يعني الفرضيات الكل ممكنة، وهذا باش يخلي الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية ساخنة جدا بين الرئيس المنتهي ولاية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان. مشكور جدا السيد طارق مامي مدير إذاعة فرنسا المغرب الكبير، كنت معنا مباشرة من فرنسا، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، شكرا زيدا لكل الضيوف اللي دخلوا معايا في ريكاب ميدي لليوم من نص النهار حتى التوا. احمد المخلوفي، امنا بوخيت في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، انس الهمامي في ستوندار، كنت معكم سهام حمدي من نص النهار حتى التوا. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في ريكاب جديده في لامين.